وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالتلفزيون الوطني بمناسبة الأول من ديسمبر، عد لنا الزميل حسن جدة ورقة حول التقدم الديمقراطي في جهة ومتناولا الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير. حسن جدة. إن الحرية والديمقراطية الغائبتان في عصر الديكتاتورية الحاضرتان في عصر النهضة، إذ هما الحديتان اللتان جاء بهما الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي تنو، بعد أن خاض نضال فيه واجه الصعاب وتخطى نيران الحرب لأجل كرامة الشعب وعز الوطن، وليس طمعا ولا تزكية لنفسه ولا لأجل شهرة يسجلها التاريخ للأجيال، عقب 8 سنوات من النظام الغاشم البائت الذي فقد فيه المواطن أبسط مقومات الحياة، حيث أصبحت حياته رهنا لأجهزة الرقابة القمعية بأجهزة التجسس والشرطة السرية. ولكن بعد بزوق فجر الحرية والديمقراطية تنفس الشعب التشادي بقدوم رياح التغيير والحرية والديمقراطية، حيث أشرق نور الصباح وحل محل الظلام والأمل محل اليأس، وأصبح المواطن يشارك برأيه في القضايا الوطنية والاجتماعية ويسهم في اتخاذ القرارات الحامة وبخاصة المتعلقة بمصير الأمة. هذه الحرية التي جاء بها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ أعادت للإنسان كرامته المدفونة في عهد الاستبداد وتكميم الأفواه لينطلق نحو غد أفضل. لم آتيكم بزحب ولا فضة، ولكن أتيتكم بالحرية والديمقراطية. هذه هي العبارة الشهيرة التي نطق بها مؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في أول خطاب له غير المناخ السياسي في البلاد، فكانت الانطلاقة الأولى لكافة الحريات بدءا بالمؤتمر الوطني المستقل في 15 يناير لعام 1993، والذي نتج عنه تحديد مؤسسات الدولة كرئاستي الجمهورية والوزراء وكيفية تشكيل أعضاء الحكومة ومجلس مكلف بالمراقبة والمتابعة، أطلق عليه اسم المجلس الأعلى الانتقالي الذي انتخب من قبل المؤتمر الوطني المستقل في 4 أبريل من نفس العام. وفيما يتعلق بالمجال السياسي، قد شهدت البلاد 5 انتخابات رئاسية بدءا بانتخابات عام 96 التي جاءت بعد الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في 31 من مارس لعام 1993، والذي أدى إلى تنصيب المرشح إدريس ديبي تنو كرئيس منتخب 5 سنوات، ومن ثم توالت الانتخابات الرئاسية في كل من عام 2001، عام 6 بعد 2000، عام 11 و2000، وأخيرا انتخابات عام 2016 التي شهدت نوعية جديدة وهي البطاقة البيومترية، والتي فاز فيها مرشح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. ومنذ تلك الفترة حتى هذه اللحظة شهدت البلاد 3 انتخابات تشريعية وواحدة للبلدية في العام 2012، وقد سمى هذا المناخ السياسي بإنشاء أحزاب سياسية فاق عددها 200 حزب سياسي تمارس أنشطتها بحرية، فمنها ما هي متحالفة مع الأغلبية الرئاسية وأخرى للمعارضة وثالثة لا تنتمي لأي منها،